السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكوكتيل مجلجل بره وعامل قلق قوي في الصاله. الذكور عماله بتغرد وخربت الدنيا. ربنا يكرم ونمشيهم على خير باذن الله. من كام يوم كنا قلنا على القناه هنا ان احنا هنعمل مسابقه وهنطلع فرده فوق الكتفين بنوته ووريناها لكم في فيديو قبل كده. ده ان الميعاد بتاعها ان احنا نعملها. ادي البنوته معانا اهي فوق الكتفين عين حمراء اهي. الكتفين بسم الله ما شاء الله بتوعها جمال. اتفرجكم عليها وادي المجمع بتاعها اهوت نظيف. دي بنوته شابه الكير بتاعها بدا يبيض شويه كده ويبقى بيج وتبدا تبقى جاهزه للجواز باذن الله. لما ربنا كرمنا وصلنا ل 160 الف متابع نزلنا سوق السيده عائشه وطلعنا عصفور هديه. قلنا ان اول واحد هنقابله داخل الحديقه او داخل سوق السيده عائشه كله ونلاقيه عامل اشتراك في القناه بتاعتنا هيكون له عصفور هديه. وكان فرد تركيبات ريمبو وربنا كرم وقابلنا واحد واستلم الهديه. وعرضنا لكم الكلام ده كله على القناه قبل كده في فيديو فات. اللي ما شافوش فيكم ممكن يشوفه او يرجع له لو يحب. دلوقتي ربنا كرمنا وفي اتعمل زي سيرفي او استفتاء على الفيسبوك لافضل قناه او افضل قناه يوتيوب على الفيسبوك وربنا كرمنا وكسبنا ضمن التحدي ده. فرجكم على الشهاده اللي خدناها. ادي الشهاده بتاعتنا. ربنا يبارك يا رب ونحصل المزيد والمزيد من شهادات التقدير باذن الله ويكون حاجه كده جميله تشجعنا على الاستمرار في مجال طيور الزينه في ظل الظروف الحاليه اللي بتمر بها الهوايه بتاعتنا من غلو اسعار اكل وخلافه. ولكن حبينا نرد الموضوع معاكم او حبينا نعمل حاجه جميله وقلنا لا بدل ما احنا عاملين العصفور دوت بس ايه المانع لما نكبر المسابقه بتاعتنا ونخليها اكبر ونخلي اكتر من واحد ياخد. وطبعا بسم الله ما شاء الله القناه بتاعتنا اكتر من 160 الف اخ واخت. وكنا وعدناكم ان احنا اول ما نوصل لل 170 هنعمل مسابقه ثانيه ولكن دي مسابقه استثنائيه بغرض ان احنا نفرح اخواتنا ونخلي كل الناس تكون سعيده معانا على القناه. طيب المسابقه بتاعتنا عباره عن ايه او هنقدم الهديه لمين؟ هنقدم الهديه بتاعتنا لاكتر واحد يعمل شير للفيديوهات اللي هنحطها في اول تعليق مثبت سواء على الفيسبوك او على يوتيوب على منتديات على انستجرام على تويتر على تيك توك على اي حاجه. هخش جميع وسائل التواصل الاجتماعي واشوف اكتر واحد عمل شير او عمل مشاركات وبيرد بالفيديوهات بتاعتنا للناس هيكون من نصيبه باذن الله الهديه دي. وده كده الفائز رقم واحد. بس جه في بالي انا ليه اخلي بس واحد اللي يكسب لما ممكن نخلي الموضوع يكون اكبر واكتر من واحد يكسب. طب هنعمل ايه في العصفور ده؟ نقسمه اربع ارباع على الناس؟ قلنا لا نخلي الاشكاليه ديت وندخل كده حاجه كده جميله معانا باذن الله. وربنا اراد ان يكون معانا العصفور الجميل ده دوت ولد تركيبات ريمبو باذن الله. ده هيكون للفائز الثاني وكده معانا هديتين. بس برضو قلت لا تعالى نزود الدنيا شويه ونخلي بدل ما اثنين فائزين ايه رايكم لو نخليها ثلاثه يفوزوا ودخلنا كمان معانا ولد التركيبات الريمبو دوت. معانا ولدين تركيبات ريمبو ومعانا بنوته لاتيني فوق الكتفين. معرفش طبعا انتوا عرفتوا تشوفوها ولا لا لانها عامله فيها خفاش وعماله متشقلبه فوق من ساعتها اهيت. بسم الله ما شاء الله. طبعا اللاتين زي ما انتم عارفين لازم العين تكون حمراء زي كده. الصدر بتاعها هو كويس المجمع نظيف والضوافر كامله. دي البنوته اللي هتطلع هديه باذن الله. والفلل الكتفين هم كاملين ولسه في كمان ريش بيطلع في الفلل فمستوى الفلل هيبقى اعلى واجمل باذن الله. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. الله اعلم هيكون الطيور دي كلها من نصيب مين. احنا هنعمل المسابقه بتاعتنا انطلاقه من اول النهارده باذن الله ولمده يومين بس. هنشوف على وسائل التواصل الاجتماعي كلها مين اكتر واحد بيعمل شير على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى تيك توك جميع الوسائل التواصل الاجتماعي. اكتر حد هياخد اللينكات اللي هنحطها تحت الفيديو الحالي ويعمل لها شير. هي دي فيديوهات من عندنا من القناه بتاعتنا مش من قناه ثانيه غريبه يعني. بس دي اكتر فيديوهات انا شايف انها تبقى مفيده لو الناس عملت لها شير عشان تعم الفايده في مجال تربيه طيور الزينه. هختار منكم اول واحد اللي هو اكتر حد عمل شير وبعد كده هختار الثاني والثالث. الاول الفائز هياخد الفرده اللاتيني والثاني والثالث كل واحد هياخد عصفور من تركيبات الريمبو دول. ربنا يكرم ان شاء الله ويكون موسم سعيد علينا وعليكم. العصفور كلها ما شاء الله عماله بتجري وتلعب. العصافير طبعا بصوا دول
الجناح بتاع العصفور اهو كامل ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وهنا ريش الديل كان الاولاد عندي نتفوه وبدا يطلع تاني اهوت مكانه، مش عارف باين لكم ولا لا، كانوا بيلعبوا معاه وقاموا ماسكينه من ديله نتفوا له الريش وهو بدا يطلع تاني. ربنا يكرم ان شاء الله على ما نعمل المسابقه اليومين دول يكون الريش بدا يتظبط اكتر. الفيديو اللي بعد الجاي باذن الله هنعلن فيه عن الفائز بالهديه بتاعتنا. ما تنساش تعمل شير، كتر شيرك كتر خيرك. شكرا على الدعم الجميل اللي بتقدموه للقناه بتاعتنا، كل يوم بنكبر بيكم. بشكر كل واحد بيعمل شير للفيديوهات بتاعتنا وبيعمل اشتراك في القناه. الدعم اللي بتقدموه سواء اذا كان لايك على الفيديو او شير، ده بالنسبه لي حاجه كبيره بتخليني اكمل اكتر في اليوتيوب واكمل في المحتوى اللي احنا بنقدمه دوت. الله المستعان. مش عارف طبعا هيكونوا من نصيب مين، ربنا يكرم. اللي هيكسب معانا الهديه ديت طبعا نقول له الف مبروك، واللي ملوش نصيب في ان هو يكسبها خلاص مش عاوز حد يكون زعلان. احنا بنعمل الهدايا دي عشان خاطر الناس تكون فرحانه ومبسوطه ويكون في حاجه تحفز الناس كده ايه على الاستمراريه في الهوايه بتاعتنا. وانت قاعد بتلعب في الموبايل كده ممكن تعمل لك شويه فلوس وتكسب شويه طيور بدل ما انت بتضيع الوقت بالفاضي، لا ممكن تعمل حاجه تفيدك وتستفاد معانا ان شاء الله. بعد يومين هنعلن عن الفائزين باول عصفور والثاني والثالث على التوالي، حسب اكتر واحد بيعمل شير هياخد الفرد الاولاني وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث ان شاء الله. حظ سعيد للجميع ان شاء الله، ربنا يكرم ويكون حاجه كده جميله تفرح اخواتنا كلهم معانا على القناه. هسيبكم على خير ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.